شراكم، جيسبر تكونوا كامل ملاح وانتم تشوفوا فينا. اليوم رانا رجعنا لكم بأون نوفيل فيديو وان شاء الله تنال اعجابكم. وفي فيديو اليوم راح نروحوا لدار جدي باش نحتفلوا معهم العام الجديد. ان شاء الله هاد لا فيديو تنال اعجابكم. كما تشوفوا اليوم سي اون بيل جورني، رانا رايحين لدار جدي غير ابلي باسكو كاين في مام فيلاج. كما تشوفوا الجو اليوم مليح بزاف، ما كاش البروده. ورانا نهضروا ديريكت اليوم، راح تشوفوا لا بروميير فوا كي نهضروا هكذا في الزوج. رانا وصلنا لدار جداتي ولقيناهم كل واحد واش يدير، وجوزنا وسلمنا عليهم واحد واحد. ولقينا جداتي راح تنقي في الصوف. اكيما سوالي مذاقيني نبضو خام جدي نفاد ستي ديريكت قبل نقد شاك يوم ذا شو يخدم نروح ستي نقيم يدس ونبروفيتي نقصرو كاكني. كما سوالي مذاقات خدم ثاضوط تنقيتو كوبيا تكسسا غبارني وما غومير توجور اوكوبي توجور تدير ستي توجور تخدم جاما تفوت تقيم خاص تقيم كيك وخام خاص داك اكا ما ساكيت ولا مسنوفة ديما نيس شغل تخدم جامي تقيم كان كاكي المي ديس بيكون ويستن ونا اكا كينا خاطي ايوي جامي دخلنا لدار جدي ولقينا الجدة ديالنا قاعدة على خاطر توجور تحب تدير اي حاجة، ما تحبش تقعد في الفراش حتى ولو تكون عيانة ولا مريضة وربي يحفظها ويبعد عليها الشر. تحب تدير اي حاجة كيما اليوم خرجتش الخارة عندها الشغل راهي تنحي الغبرة للصوف. ماشي كيما حنايا دوكا الجيل الفنيان حنايا تجر عيانات حتى ولو ما درنا والو نقولو تجر عينا عينا. كيما تشوفوا يا البنات لقيت دارت هادو، شوفوا شحال شباب مازال لا ديكوراسيون ممكن تديروهم انتوما في الدار دي سيات دي طابل. وكي تخلص من لا ديكوراسيون ديالهم راح نوريها لكم كيفاش يجوها. تولم تاتي حدايا شحال شفحنت تيجي وفقت دا ساكن تتخدم ما نرى عادي نتفيني بيا مازالو كنت ديكوري ابار كنت تنسينا مشي تفونت تيني تغير كان كوخا ما تخدمو كل شغال لقيني دي ساد داخو دي ميلهان دي ست الشامي صور دي دي ساد ساد دي الوقت وتصغير ميارة كان انا مش حال شفحنت. وراهي ديرهم هكذا بهذه الطريقة سهلة بزاف ميتعي شوية. مي لازم يكون عندكم ان بيستولي تعمروه بشمع وجابت دو كولور ديفيرون كما تشوفوا هنايا راهي بدات بالكري وزاد تاني دوري وجو شباب في الاخير راح نوريها لكم وتابعوا الطريقه باش ديروهم ما منتوما يجيكم هكذا رخاص خير من اللي تشروهم. وراح نحطكم بعض التصاور كيفاش خرجوها في الاخير وشوفوها وان شاء الله ما منتوما ديروهم. الي في ترا كنتي تجا ذاكي خير لي فوطو ولي مثل تمشي ستفون تا ثقارة ما مكونو ان شاء الله انتي تسييم. Deep in the shadows I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to
find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me. Don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. خلصات جاتها شابة بالبزاف. وبالنسبة للتزيين تقدروا تزينوا بواش تحبوا، وهي جابت وردة دارتها من قبل. وانتوما اذا ما عندكمش تقدروا تشرو، ما راهمش غاليين. اما من جهة اخرى كما تشوفوا هنايا، خالتي الاخرى دارت بريوش، وراح نشارككم الوصفة رابيدمو. استعملت كأس حليب دافئ مع ملعقة خميرة تاع الخبز مع ملعقتين سكر ورشة ملح، وزادت 3 ملاعق زيت مع رشة فانيليا. واستعملت تاني كيس خميرة الحلويات مع ملعقة زبدة، خلطتهم مليح. زادت حوالي 4 كؤوس فارينة، وانتم حسب الفرن تاعكم. خلات الخليط حتى يتضاف الحجم ديالك، وراح تشكلوا قريصات، ودهنت يديها بالزيت. راح تديرهم هكذا بهذه الطريقة، ترش عليهم السانوج، راح تغمسهم في الزبدة والزيت وترش في الفوق هكذا بالسانوج. كل واحدة فوق اختها، كل واحدة فوق اختها. راح تكمل بهذه الطريقة حتى تخلص. راح نولي لكم. راهي قريب تكمل. لازم تديروهم هكذا بهذه الطريقة على شكل دائرة زهرة، باش كي يتخمروا يولوا على شكل زهرة. كما توليم في ذاكي كي لقان تخمم ايوا كنا ما دالي اتفون شغل تشجي. راهي خلصت، ها هو الشكل ديالهم كيفاش خرجوا. وراح تغطيهم وتخليهم حتى يخمروا ويتضاعفوا حجم ديالهم. هاي كما تسولي مذاقي ثورة داين سيبوث كفا ثان تجاث تخمرون ادو على بري غرصون بيضة. وها هما طابو وجوها هشاش وبنان وسهلين بزاف باش ننحوهم. وكليناهم كامل ويعطيها الصحة. وكليناهم كامل ويعطيها الصحة. وان شاء الله من منتوما تجربوهم ويخرجوا لكم كيما خرجوا لها.
وخالتي راهي طيب لي جاتو فوق السهره تاع اليوم، اي توجور تدير دي بون جاتو. روحوا للقناه ديالها باش تشوفوا الوصفات تاعها، راح نخلو لكم رابط قناتها في صندوق الوصف. وصورنا لكم جزء صغير من يومنا الرائع مع دار جدي، مع حبوبات قلبي خالتي وجدتي، وبلا ما ننسى خوالي. وراح ننهو الفيديو بسهرتنا الصغيرة والمملوءة بالحب والضحك والحكايات الرائعة اللي تكون من أحلى أيامنا. وإن شاء الله هذا العام الجديد يكون خير لينا وليكم إن شاء الله يا ربي، فيه غير الخير والأيام المليحة بفضل الله إن شاء الله. وخلاص الفيديو تاعنا لليوم، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنساوش ديروا اشتراك وتخلوا النجم. وبسلامة، نشوفكم على خير للفيديو القادم إن شاء الله. يتن لي تيغرون بونانية تحذية سبقاسة مقاس إن شاء الله، إن شاء الله سبقاسة قية جديد خير بوني يدان أذيك فوق لهلك كيف الله إثيني تصالجوا نشراء إن شاء الله تصوض غروس. إن شاء الله تعجبكم تزعى الله فيديو بساقيني نبضد ثقارة نس أكاوي هذي حذاء بسلامة تحذر مثل ما نونت الله فيديو نيضا إن شاء الله.